تيجي على الاماكن زي كده، خليكي بالبلدي بقى كده، سيبك يا بت. دي عمليه سامعه سامعين مش عارف ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتيني يا قمر يا زي الورد. خارجه من فصل الشتاء وكسوله النهارده، هقول لك على وصفه. وصفه ايه؟ مقشر للجسم قوي جدا، حاجه هتخليكي شمعه منوره. السواد اللي تحت الابط، منطقه القرن اللي بيبقى موجود في حوالين الرقبه، اي سواد في جسمك ان شاء الله بالمقشر الجميل اللي احنا هنعمله ده هيفتح. لو مكان حبوب دقنه حتى موجوده في جسمك تعمليه هيعجبك وان شاء الله هينور. مكان الكلف، حاجات كتير في المقشر ده، انت لازم تتابعي الفيديو وتكمليه عشان تفهمي. كل اللي عليك يا ست الكل تحضري المكونات التاليه. اول حاجه هتجيبيها يا ست الكل ازازه الخمره دي. دي مش خمره، احنا داخلين على رمضان. لا بص يا ست الكل، اول حاجه هتجيبيها زيت الزيتون. زيت الزيتون ده مرطب قوي جدا للجسم. طيب قبل ده كله تعالي بقى كده بسم الله. اول حاجه يا ست الكل هتجيبي بن. البن ده معروف جدا، ماده الكافيين اللي فيه حاجه قويه جدا للجسم، مقشر هيبقى قوي جدا في الاماكن الحساسه. هتستخدميه في اي مكان عندك بقعه دقنه كلف او اي حاجه، هتاخدي يا ست الكل نظام. عشان بص ما حرام انا ارمي الحاجات دي كلها، انا ما عنديش كلف. كل سنه وانتم طيبين. بص يا ست الكل، هتاخدي معلقتين او على حسب الكميه، وممكن تعمليه، انا انصحك انت تعمليه مرتين في الاسبوع يبقى فريش، افضل من انت تعملي كميه وتستخدمي منها. لا واحده واحده، هتاخدي معلقه من دي، وهتجيبي يا ست الكل سكر. سكر يا سكر، انت هتجيبي سكر من عندك، هتاخدي معلقتين سكر. تمام. طيب بعد كده زيت اللوز المر. الزيت اللوز المر ده يا جماعه ما شاء الله حاجه قويه جدا، بيعمل عمليه تفتيح. هتشوف الوصفه وهتدعي لي. بص يا ست الكل، تاخدي نظام معلقه منه. طيب بعد كده يا ست الكل هتجيبي زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا غني عن التعريف عن حاجات كتير في الترطيب. بعد كده يا قمر هتبداي، والافضل يعني اي حاجه تكون عندك فرشه تعمليها او اللهم صل على حضره الكريم، ما تنسوش بس صل على حضره النبي. تجيبي اي حاجه خشب او فرشه بتاعت المطبخ اللي بتحطوا بقى الحلويات عندكم، او تجيبي فرشه مخصصه. انا بكلمكم بالبلدي كده، تبداي تعملي عمليه تدليك ليها. ليه بقى؟ ان السكر اللي موجود يبدا الحبيبات بتاعته تتحرك من نفسها، بس بسيطه كده. زي ما انت شايفه كده هتبقى معاكي بالمستوى ده. طيب بعد كده بقى ست الكل هتاخدي الشاور الجميل بتاعك. اول حاجه هتبداي بالشاور بتاعك حلو، ميه سخنه، وبعد كده هتخشي على الاماكن المراد تفتحها، او على الاماكن بتاعه الكلف، او على اماكن الدكنه، او على اي اماكن انت عايزه تعمليها. بعد ما تاخدي الشاور النظيف بتاعك، بص يا ست الكل هتيجي على الاماكن زي كده، خليكي بالبلدي بقى كده، سيبك يا بت. دي عمليه سامعه سامعين مش عارف ده وصل لكم في الصوت ولا لا. دي ايه؟ عمليه ايه؟ فرق. هتفرقي جسمك بيه كله. طبعا كميه الزيوت اللي موجوده فيه بمثابه كنز رباني موجوده للترطيب والتفتيح، مع زي ما انا قلت البن، ومع اللي انا قلت لك عليه ايه؟ السكر. السكر عشان يعمل خشونه، يعمل نظام صنفره عشان يشيل الايه؟ الجلخ اللي انا بحب بهزر يا جدعان. بس طيب نفس الطريقه كده. بعد كده بقى ست الكل هتاخدي الشاور الجميل بتاعك، وهتغسلي وشك، وهتغسلي جسمك كله، انا اسف اللفظ، هتغسلي جسمك كله، وهتروقي على نفسك بعد كده في الاماكن اللي مثلا هنتكلم بقى اللي تحت الابط، عايزه تفتحيها سيكه كمان. عايزك تجيبي، عارفه حته ليمونه بسيطه، ليمونه اسميها، وما تفركيش جامد عشان دي عايزين نفتح المسامات بتاعتنا على قد ما نقدر، وتحطي منها وبعد كده تفركيها فركه بسيطه يعني، افهميني بقى، وبعد كده تشطفيها. بعد كده هتجيبي مرهم بنسلون وهتحطي عليه بعدها، وان شاء الله الوصفه زي ما انا قلت لك
مرتين في الاسبوع، هتلاقي في اختلاف شاسع في الاماكن دي. يا رب الفيديو كده ينال اعجابكم، ما تنسوناش بقى من الدعوة لابويا وامي الله يرحمهم.